مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال بنين النجاح ديالك. الوغ الضيفة ديالنا اليوم تلاقيتها في الداخلة حيت مشيت ندرت ان غيد سبورتيف تماك اي بديت كنهضر معاها وداكشي اللي عاودت لي تبهض فيه حيت ما شاء الله عليها الا رياليزي دي شوز اكسيبسيونيل. كنت نشوف ولا بديت ما خاصني ندير معاك الانترفيو حيت بزاف ديال العيالات غادي يستافدوا منك وماشي غير عيالات بزاف ديال الناس غادي يستافدوا منك حيت عندها واحد لو مونطال ما شاء الله اوناسي. الوغ ليسي موا فوز انتروديير شكون هي بشرى. بشرى سي لا بروميير فام في المغرب اللي دارت لي 7 سومي كبار لي بلو غران سومي في العالم ان ساشون كو كل سومي كاين في كونتينون سي تادير نو سولمون جولات العالم باسره ومشات لي كونتينون كاملين مي دارت لي بلو غران سومي اي سي لا دوزيام فام اللي هي في لو موند عرب اللي دارت هاد لي سومي. الوغ خليني نعطيكم ان تي بو قبل ما ندخلوا في لو فيف دو سوجي ونقدم لكم الضيفه ديالي هاد لي شيف خلا بعدا ملي كنكتبهم هكا كنت كنترعد قلت لعن الله كنطلعت انا بعدا في بلاك راه بقيت تما كنهضر طلعه وحده بلا هبطه. الوغ كيليمانجارو 5895 متر اللي كاين في لا تنزانيا دارتو في 2011. البروز 5642 دارتها في روسيا في 2012. كاين اكونكاوا 6895 متر في الارجنتين في 2014. ديناري 6194 في الاسكا حتى هي في 2014 تادير في عام 2014 طلعت ليهم بجوج دارت دو سومي امبورطون. كارتسن 4834 في لابابوازي في 2015. ليفغيست اللي هو اكبر سومي في العالم اللي فيه 8849 متر وجا في النيبال داتو في 2017. وفينسون اللي هي 4892 في لونتاركتيك في 2018. غير باش نعطيكم فكره حنايا لو سومي الكبير عندنا هنا هو التبقال فيه 4167 غير بوغ افوار اون ايدي. بشرى ميرسي بوكو اللي قبلتي لانفيتاسيون ديالنا. ميرسي بوكو نهيد بور لانفيتاسيون تري اونوري وسورتو ما شاء الله عليك شفناك بعين الرحمه. اول حاجه اللي بغيت نسقسيك كيفاش بدات هاد لافونتور؟ واش كنتي جالسه واحد النهار قلتي بلاتي اش غندير ما ندير راني نمشي نطلع ندير لي زاسونسيون؟ لا لا في الحقيقه هي كان اكتشاف ديال هاد لاباسيون ديالي. الوغ كيفاش درت اكتشفتها؟ افغي دير كنت عندي 15 مشيت للمخيمات الصيفيه وكانوا تيديروا لنا واحد لاكتيفيتي ان تنهبطوا على رجلينا في من خرزوزه لازرو. وديك الساعه كنت ملي كنت نتمشى في الطبيعه عجبني الحال عجبني بزاف. ابخي بليزيوغ اني باش ندير لي كولوني دو فاكونس واحد النهار سمعت غير باغ كوانسيدونس على طوبقال وقلت في راسي علاش ما نمشيش نديرو حتى انايا. دونك مشيت على لافونتور افغي دير ما كنتش عارفه حتى شي حاجه على ما بريباريا ما واجده ما والو غير بان كنت ندير الرياضه من قبل يعني كانت عزيزه عليا الرياضه. كنت ندير الكاراتيه كنت نجري في البحر كنت ندير بزاف لي زاكتيفيتي سبورتيف مي زعما بوغ الي على غرافير لو طوبقال ما كنتش موجده راسي ما كنتش عارفه حتى فين غاده. دونك ملي وصلت لو سومي تماك فين اكتشفت هاد لاباسيون ديالي ديال غرافير لو سومي وعجبتني بزاف وبقيت معاها زعما بقات معايا بلوتو بقيت انا وياها متصاحبين. الوغ من لو طوبقال ما شاء الله لي 7 سومي اللي هما الاكبر سومي في العالم كاين مسافه كبيره ما بين الطوبقال وما بين لي 7 سومي. شنو اللي خلاك قفزتي من الطوبقال وقلتي راه ندير هاد لي 7 سومي؟ واش جاتك ديجا الفكره من الاول غندير لي 7 سومي ولا قلتي لا غندير غير خطوه واحده اخرى اللي هي ان اوتر سومي وحنا مولانا؟ هي في الحقيقه ماشي قفزه وحده هي كانت واحد لو شومان كي بحال اللي تنطلعوا لان سومي تنبقاو غاديين تنطلعوا بشويه حتى تنوصلوا للقمه. كانت هكا لو بروجي ديالي بدا. بديت بالاولى بطوبقال وبقيت ندير لو سومي ديال المغرب وفي نفس الوقت كنت لافونتاج سي كو كنت نتلاقى بدي زيترونجي وكانوا تيبقاو تيعاودوا ليا على لي سومي اللي تسوقوا هما على فين مشاو في العالم هادي وانا جيت لا بحال تنحلم تنقول في راسي سعدات هاد الناس قدروا يمشيو يديروا هاد الشيء. انا زعما ما عمري ما فكرت انا شي نهار واش نقدر كاع نخرج على خارج المغرب ولا نتسلق شي حاجه مي داكشي بحال نقول لو غيف بقى تي سو كونستروي على لانتيريور دو موا بلا ما نحس به. حتى ل 2011 فاش مشيت تسلقت بغيت فكرت قلت انا نتسلق كيليمانجارو
وتماك فين اكتشفت هذا البروجي دي 700 ميل دو موند اللي قلت علاش لا جي اوزي غافي وقلت نبدا. دونك اول حاجه بدات على ما فهمت بالحلم، صديق تلاقيتي مع الناس اللي حتى هما حمسوك بداكشي اللي كانوا كيعاودوا، قلتي حتى انا ما نكرهش نديرها. مي لو فات اللي قلتي انا غادي نمشي لكيلي مانجارو اول سومي غادي نبدا به، خاص بزاف د الحوايج، خاص بريباراسيون فيزيك بريباراسيون مونتال، خاص الفلوس، خاص الكونجي تحط ملي كيكون واحد خدام. ملي بغيت نعرف شي واحد عنده ان بروجي اللي هو هكا كبير باسكو شنو هما الحوايج اللي خاصو يبدا بهم اللي بديتي بهم نتيا اللي الواحد ملي كيديرهم هكا بهذه الطريقه اللي هي مستفه كيقدر يوصل لواحد النتيجه اللي هي مزيانه والنجاح في لو بروجي ديالو. الوغ لي زيتاب، اول حاجه بعدا يكون هو باغي يدير داك الشيء هو راسو ماشي على ود شي حاجه اخرى، حيت خاص هذه مهمه بزاف، حيت ملي تكون في لو ديباسمون دو سوا وملي تعيش دي كونديسيون دي تري ديفيسيل، الا ما كنتيش تقتنع بالبروجي ديالك ولا دايرو على ود شي حاجه ولا على ود شي حد ولا على ود شي هدف اخر، دغيا تو فاغ اتخ ديموتيفي. دونك خاصك تكون انت موتيفي ا لانتيغيوغ دو توا باش تواجه كاع لي زوبستاكل اللي ممكن يواجهوك. ثم من بعد لا بلانيفيكاسيون، دونك خاصك داك تخطط لذاك المشروع ديالك، شنو خاصني ندير؟ بحال دابا انايا باش بغيت ندير لي 700 ميل دو موند، ملي رجعت من الكيليمانجارو بقيت نقول واخا هذا البروجي كبير وصعيب وفيه خاصو بزاف الفلوس، شنو كيسكو جو دوا فيغ انا باش نغياليزي؟ دونك خاصني نتعلم الالبينيزم، خاصني نبدا تندير لي زونترينمون تري دور باش نكون راسي مزيان، خاصني نخدم على المونطال باسكو في ديك لي كونديسيون فيزيك تيكونوا صعاب، لي كونديسيون اكستريم باش نكون قويه مونطالمون، خاصني نقلب على الفلوس لان ما امكانياتي الخاصه كانوا بساط، ما نقدرش نمشي في هذا المشروع الكبير. دونك كانت بزاف ديال التخطيط. الوغ عطيتينا واحد النقطه اللي هي مهمه، حيت الا بغيتكم تعرفوا بما الناس بزاف ديال الناس في العالم ما كيديروش الحوايج وما كيحققوش الاحلام ديالهم حيت عندهم كيشريو جوج ديال العذر، جوج، الاولاني يا اما فات عليا الحال والاخر حسن مني وانا ما نقدرش وانا ماشي كاباب، يا اما انا ما عنديش الوقت بغيت ولكن شكون خلاك فين هو الوقت انت ما كاينش، اولا ايوا اختي الغلب الله ما كاينش الفلوس. الوغ اللي بغيتكم تسمعوا مزيان من طرف بشرى كيفاش هاد الاعذار اللي الواحد نورمالمون كيخليهم كيغلبوا عليه في حياته كاملين ما غلبوهاش. الوغ باغابوغ هادشي غتهضري لنا كيفاش درتي تجاوزتي لا ديفيكولتي فيزيك، حيت في لي سومي خاصك تقولي للناس شحال كتكون لا تمبيراتور في لي سومي. كاينين دي سومي اللي تقدروا نوصلوا ناقص 20 ناقص 30، الريح قوي ناقص 20 ناقص 30، هي ديك اللي كيكونوا كنشوفوهم غير في الفيلمات وحنا مخشين في المانطا والشتا والبرد وكتشوفي وكتقولي ناري قطعوا ليه صبعو، ناري رجليه جمدوا قطعوا ليه صبعان، حتى انا تجمدوا لي صبعاني. يعني كاين هاد كاين واحد الخطوره اللي هي تماك، زعما ماشي ما هيش شي حاجه اللي هي سهله. دونك كاينه واحد لا بريباراسيون اللي غالبا كدار اللي هي مونطال، بريباراسيون اللي هي ايموسيونيل، بريباراسيون اللي هي فيزيك. الوغ هادو كيفاش هيئتي راسك في هاد الناحيات بالثلاثه قبل ما تمشي ديري باغ اكزومبل كيلو مانجارو ولا ان اوتر سومي اللي هو ليفريست مثلا؟ مثلا ليفريست من قبل حيت بديت نتريني شاك جور، الوغ لونترينمون ملي تنقول لونترينمون الفو اتر ديسيبليني، ماشي تتبغي دير واحد الحاجه ولكن لا الصباح ما فيا ما نوض، ديسيبليني 100% يعني شاك جور. شو اللي كيخليك تكوني ديسيبليني؟ لا موتيفاسيون ديالك باسكو عندك واحد الهدف باغا وراسماه وتتقولي خاصني كل ما في جهدي باش نحقق ذاك الهدف ديالي. طلعت هبطت نطلع لهذاك لو سومي وسالينا. وسالينا يعني الصباح تنوضي شاك جور 6 دو ماتان، الشتا البرد عييتي ما عييتيش il faut être très sévère مع راسك يعني باش تحقق واحد الهدف، لانك الا كنتي تترخي راسك وهذا غادي تكون اليوم ندير غدا ما ندير شنو، خاصك تكون فريمون تري تري ديسيبليني. لي ريتوال ديالك اللي كانوا سبور كل نهار اشنو اخر؟ سبور شاك جوغ. من بعد شحال ديال الوقت كنتي كديري ديال سبور؟ بوغ لافغيس كنت ندير 3 ا 4 اور باغ جوغ باغ جوغ، كنت نمشي الصباح بحال دابا مثلا تريني انا شاك جوغ تنتريني جوسكا بريزون عندي شاك جوغ 2 ا 3 اور باغ جوغ شاك جوغ يعني ما تنغطيهاش. الوغ الناس اللي كيبغيو يربي غير يمشيو لا سال دو سبور، شنو بحال دابا لي كونساي اللي تقدري تعطيهم اللي هي ما كنهضرش على سبور اون جينيرال، حيت
بعد مرات هذاك الحماس اللي كيكون فينا كيكون واحد النهار واحد النهار ما كيكونش كتفيقي كتقلبي على داك الحماس كتقولي سي فينك نوض يلا راه خاصنا نمشي نديرو ما كتلقيش لي فوا وكتحسي براسك غادي تابوندوني اشنو اللي كديري باش كتعاودي تواكبي وتعاودي تقاومي وتكملي واش كتهضري مع راسك واش كتاكلي شي حاجه اون بارتيكولي واش كتصنتي لشي حاجه اون بارتيكولي واش عندك شي كوتش اللي كيعاونك شنو هما الحوايج اللي كديري دو مانيير بريسيز ملي كتكوني سوغ لو بوين دابوندوني هي من قبل كنت جي ابلي واحد الكوتش اللي كانت خدمات معايا على داك لي كرويونس ليميتونت بان ما يمكنش وبان جو سوي اون فام وبان هاد الشيء راه غير ديال الرجال حيت كنت واحد دي بلوكاج عندنا لداخل تتعرفي نهيد حنا المراه المغربيه تيربيونا على حشمي وسكتي وسكتي ولا هذاك الشيء الرجال ماشي هاد بالنسبه لهاد الحوايج كيفاش الواحد يواجههم انه ما يكومباريش راسو مع حتى شي حد يكون راسو مع راسو صافي بارك عليك يعني عندي واحد الهدف من حقي انني نحقه سواء كنت رجل ولا امراه ولا كي بحال ما كنت راه حيت كانسان عندك الحق انك تحلم ماشي تليميتي الحلم ديالك على ود ستيريوتيب ولا دي بريجوجمون دونك لا بروميير دي شوز خدمتي على راسك باش حيدتي الاعتقاد الاعتقادات الخايبين اللي غيقدروا يجروك ويكتفوك وتخليك قبطه ركنه في الداري كما كنقولوا حنايا من موراها شنو اللي درتي شنو هما الحوايج اللي عاونوك من بعد خاصك تقنعي الناس العائله اللي دايرين بك لانهم هما اهم حاجه اهم وحدين دايرين بك اللي هما الا دفعوك راه غتزيد القدام كاينه الا ردوك اللور راه تقول في راسك وبلاش بلاش عليا يعني كاين تعرفوا بان المراه ما تتبغيش تضحي بدارها وولادها سي تري امبورطون انا تنقول دائما خاص لو بروجي ديالك يكون ايكيليبري يكون ايكولوجيك يكون كاع لي دومين دو في مقادين فيه يعني ما غاديش ندير انا فيه من فعاليه ولكن ما نرزيش عائلتي وما نضيعش عائلتي دونك اول حاجه خدمتي على راسك حيدتي الاعتقادات ثاني حاجه قنعتي العائله ثالث حاجه اللي درتي شنو هي ثالث حاجه هي لي زافيرماسيون بوزيتيف اللي خاصك تخدمي على راسك عليهم مزيان باش تطلعي الثقه في نفسك بعدا وتقول انا مزيان وهذا حيت تجيك بعض المرات دي مومون دو فيبلس اللي تتقول في راسك لا راه هذاك الشيء صعيب ولا ما نقدرش الوغ هذاك النهارات بدات وصفيهم لي ملي كتكوني هكا جالسه وكتقولي ربي النهار ما فياش شنو الحوايج اللي كديري انا نقدر نمشي معك بعد من انني جالسه بحال بمثال كنت طالعه للقمه وحنا في وسط الجبل وما كاين حتى شي حد معاك اللي يهضر معاك سول في لا مونتان و فاس ا فاس لو دونجي و لو ديباسمون دو سوا هنا ملي والبرد والجوع والعيا وكل شيء سورتو سا وطلعه قاصحه بزاف وتتقولي في راسك واش انا غادي نقدر نطلع ولا لا هنا فين خاصك تكوني فايته خدمه على راسك على لي زافيرماسيون بوزيتيف بحال انا ملي تكون طالعه وتنوصل تنقول لي ليميت ديالي بيتيت هما هادو تنبقى تنقول لا واش راه يس يو كان tu peux aller allez yallah دوك كتبقى دو توا يلاه زيد كتبقاي تعطي دي زافيرماسيون لراسك وما كتصنتيش لهذيك الصوت لا بتيت فوا الصوت ديال وي رجعي بحالك مالك على حالتك لا هذا تنقمعو انايا صافي تنسكتو باسكو صافي درت مع واحد الاتفاقيه بان القمع ملي تنكون اون بلان اكسيون هو تيلمون لوتر داك لا فوا لاخور اللي تيحمسك تيكون اكثر من الاخر هذاك الاخر اوكي سوبر كيما شفتوا معايا هضرنا على لا بريباراسيون اللي الواحد خاصو يديرها دون مانيير جينيرال ماشي غير حيت بغيت ندير ان بروجي سبورتيف اللي هو ما شاء الله انورم كلكو سوا لو بروجي عندك بريباراسيون اللي هي ديال المنطق بريباراسيون اللي هو ديال الاحساسات وبريباراسيون اللي هي ايموشنيل هضرنا على لا بريباراسيون مونتال بوشرى قالت لنا مشات شافت كوتش خدمت على الاعتقادات ديالها خدمت على الحوايج اللي كيقدروا يبلوكيوها وعلى الخلعه اكسيتيرا كاين شي حوايج اخرين اللي هما دارتهم اللي هي ايدات راسها وسورتو خدات لاكور اي لا بينيديكسيون غنقولوا ديال لا فامي لافيرونمون سكي تري مهمه باش تكون ايكولوجيك دابا بغيت نهضر معاك على لا بريباراسيون فينانسيير حتى هي كاينه فعلا نهيد هذه نقطه مهمه بزاف لان في الاول بعدا مشيت بالامكانيات ديالي الخاصه يعني كنت ملي قلتي المره الاولى في كليمانجا هذيك مشيتي بالامكانيات ديالك هذيك غير بوغ لانيكتوت كنا جمعنا واحد شويه الفلوس حيت انا غير موظفه ورجعت هو موظف دونك ما عندناش امكانيات تواليديه عاديين الناس بساط يعني ما عندناش لاباس علينا حنايا جوست طبقة متوسطة عادية ولكن كنا جمعنا واحد شوية الفلوس باش نمشيو للحج وما طلعتش في القرعة دونك ديك الفلوس مشينا بهم لكليمانجارو دونك قلنا علاش لا
وبروفيتيو من داك الفلوس ومشينا درت الكليمانجارو. ابخي باش بغيت ندير لو بروجي 300 ميديوم نكمل، عرفت بان بروجي كبير ومكلف بزاف. هنا بديت نقلب على الحلول، شنو هي الحل اللي نقدر نجيب به الفلوس مثلا باش انني نقدر نغياليزي هذا لو بروجي. دونك كانوا قضيه لي سبونسورين باسكو الدعم تتقلب على مدعمين، لان انا غادي باش نهز الرايه ديال المغرب فوق هذه القمم العالميه وغادي تجيبوا شتي لي الحمي ما شاء الله ما شاء الله. دونك قلت علاش لا ما نمشيش حتى انا نطلب المدعمين، هما رابحين بحيث انهم تندير لو لوغو ديالهم، تندير الاشهار لو زونتربريز ديالهم، وفي نفس الوقت انا تربح باش نقدر نغياليزي لو بروجي ديالي، وحنا بجوج رابحين لان تنهزوا رايه البلاد وتنساهموا في ايوا اون بون ايماج دو ماروك اد لا فام. وهادشي اللي درتي نيت؟ هادشي اللي درت. بطبيعه الحال ما كانش ساهل، ما نقولكش دقيت الباب الاول وتحل ليا، بعض المرات كنت تندق حتى 100 باب وحتى واحد ما تيديها فيا، ولكن هنا فين خاص الواحد تكون عنده واحد الاصرار وتكون عنده ديك الصبر، كتبقاي قابضه في الحاجات مقتنع بالمشروع ديالك ومقتنع براسك، و حتى ما خداش ليا عام عامين، انا راه المشروع خدا لي 8 سنين ما شاء الله. يعني باش تعرف بان راه ماشي نهار ماشي يومين، خاص تكون عندك هذا ليسبري وعلى المدى الطويل، يعني تنقول شي نهار غادي نكملو. دوك اللي بغيتك يستافدوا معنا الناس اللي كيتفرجوا فينا، الناس اللي كانوا كيقولوا لك عرفتي شنو هي 100 واحد كيقول لك لا، كاين اللي واحد في 100 شرا قنينة بقى وقتل راسه وتلاح وتكمش في الدار دون مانيير انيكدوتيك زعما، الا جينا نبسطوها بالضحك. اشنو اللي خلاك انت واخا الاولاني قال لك لا والثاني لا والثالث والرابع مازال مواكبه وما خديتيش ذاك لو نو ضدك؟ حيت بعد مرات الواحد ملي كيقولوا لك يقول كيفاش قال لي لا انا، وعلاش زعما وشنو فيا اللي خايب شنو فيا؟ الواحد كياخذ لا على راسو اوليو باش كياخذ لا ك سيتياسيون. هي كنت يعني خاص الواحد يكون فريمون مقتنع بداك الشيء ديالو، حيت ماشي ساهل. دابا انا في الاول درت ثلاثه مثلا القمم، لقيت بعض المدعمين ولكن كنت نكمل بالفلوس، بعض المرات ناخذ كريديات كاع وتندير داك دارات. المهم اي حل اللي ممكن انني نمشي به في المشروع ديالي وما نوقفش. وملي كانوا تيقولوا لي لا، بعض المرات تجيني داك الاحباط حتى انا تمشي للدار ونبقى نبكي وتنقول علاش ما تقولش فيا وعلاش انايا من بعد هاد التضحيات كامله وتا حد ما بغى يديها فيا، ولكن يلاه تنبدا تنقول هكا عاوتاني تنقول انا اللي مسؤوله على المشروع ديالي، انا اللي مسؤوله على الحلم ديالي، ربما الاخرين ما بغاوش ولكن انا غادي ندق بيبان الاخرين. وهنا تيجي الايمان بالله سبحانه وتعالى كنقطه مهمه بزاف، لانك بحال ما تنقولوا حنا في المثل المغربي ديالي ديالنا الى تسدوا بيبان ربي تيفتح بيبان. هذا هو. فانت تقول واخا هذيك ربما ماشي داك الطريق، غادي نقلب على طريق واحده اخرى، حيت تيقول لك الا درتي نفس الحاجه تتلقى نفس النتيجه، اذا حاول تبدل. فهنا بطبيعه الحال خلال هذه السنوات تعلمت، وكان عقلي صغير لانه كنت نمشي تنطلب من الناس المساعده وتنقول لهم عفاك كيفاش ندير ان دوسي دو سبونسورين، كيفاش مثلا نقنع، كيفاش واش تعرف شي حد. خاص الانسان يدق البيبان ولكن يكون هو اللي عارف بان راه هو اللي مسؤول على المشروع ديالو. الا جا شي واحد وعاونك واحد شويه شكرا. وانت اللي سي طوا دو كونتيني، انت اللي خاصك تكمل. كما شفتوا معايا المراحل باينين، كنكون مسؤوله على راسي، جوج ما كنمشي كنحاول المره الاولى والثانيه وكنقول صافي هادشي ما جابش الله نو، وكنقول هذا اللي الاعتقادات اللي بشرى ولاو عندها جات اللي هي الا ربي عطى غير باب واحد الله يجعلو يسدو عليه. لا ربي ما كيسد باب حتى كيحل بيبان، وحنا ياخذ دوك كنمشي نبقى نطرق البيبان كامل، وماشي عيب منين تفقس ومنين عيا ندخل نضربها بكيا حيت كنتفاجأ كندير هذا، ولكن كنعاود نوض نواكب ونقول سي با غاف، هادو قالوا لي لا ولكن هادو غادي يقولوا لي اه. دوك الواحد ملي كيكون عنده شي هدف خاصو ان يكون مسؤول على راسو، مسؤول على القرارات اللي كياخذ، ويبقى يطرق في البيبان كاملين. سدوا عليك الباب دخل من الشرجم، سدوا الشرجم دخل من السطح، سدوا لك السطح دخل من شي شقه ديال شي باب. سا سي تري امبورطون. خليكم معايا غادي نشوفوا دابا اشنو الحوايج اللي في نظر بشرى، وغنطيح عليك سؤال اللي كيخليو الناس كيفشلوا. مثلا تلاقيتي سيغتيرمون مع الناس اللي هما كانوا كيبغيو يديروا ليفريست وكيبغيو يطلعوا وبزاف منهم كيهبطوا ما كيوصلوش حتى للفوق، واش فايت لك هضرتي معاهم جلستي معاهم وعرفتي شنو هو الفرق ما بين اشنو هما الحوايج اللي ما داروش
اللي خلاوهم وصلوا تقربوا للمطاف وعاودوا تدربوا وهبطوا، وشنو هما الحوايج اللي انت في هذيك اللحظه درتيهم اللي خلاوك كملتي مالغري البرد مالغري اللي يدين متلجين رجلين متلجين لا ريسبيراسيون؟ بغيتكم تعرفوا راه ملي كيطلعوا تماك لداخل النفس ما كتبقاش، وبعد مرات كي لو غيد اللي كيكون معاك كيهبطك حيت كيلقاك بديتي كتجيك واحد الدوخه اللي هي ماشي عاديه، بحال شي واحد اللي هو شارب يا كيقولوها شنو سميتها ليبوكسي. ليبوكسي تترجع بحال تيكون الاختناق وصافي ديك الساعه بحال غادي تموت. دوك سي ملي كتفوت واحد لالتيتود كيقدر لو غيد اللي كيكون معاك يهبطك. الوغ شنو هما الحوايج اللي في نظرك انت درتي والاخرين ما داروش بارابور لاسونسيون؟ الوغ بالنسبه دائما ملي تنكونوا غادي نمشيو باش نديروا شي اسونسيون كاين شي عوامل خارجيه اللي ربما ما نقدروش حنا نتحكموا فيها. في الحياه بصفه عامه الا كنتي باغي دير واحد المشروع راه تدير اللي في جهدك نتايا، ولكن بعض المرات تيكونوا شي عوامل خارجيه ما تتحكمش فيها. بحال دابا في الجبل عندنا المناخ، عندنا تيكونوا لي طومبيت، تيقدر بحال دابا مثلا تكون لو كور ديالك ما عاونكش في الاخر ولا شي حاجه. احسن حاجه دير هي انك ترجع، لان علاش احسن ما تموت تما ترجع ومن بعد غترجع عاوتاني وجد راسك ورجع مره اخرى. وفعلا انا عشت الفشل في 2012 باش مشيت نتسلق اكونكاغوا اعلى قمه ديال امريكا اللاتينيه، وتما كانت لي طومبيت بزاف العواصف وهذا وما قدرش نوصل القمه ورجعت بحالي. وقبل ديك الساعه ما كنت مازال عاد نتعلم، كنت قلت صافي انا هذا الشيء راه ماشي ديالي غادي ابوندوني لو بروجي، صافي وصلت لي ليميت ديالي. تما اكتشفت بان 80% لي زالبينيست كانوا رجعوا داك النهار، وهنا فهمت بان راه كاين الظروف الخارجيه اللي ممكن يا اما تساعدك يا اما ما تساعدكش. فتماك رجعت للمغرب وبديت نتريني كثر وبديت نخدم يدك على المونطال ديالي، ورجعت في 2014 ودرت لو سومي. دونك عرفت راه ما كاينش فشل، كاين فقط تجارب في الحياه تنستافدوا منهم وهما اللي تيعاونوني باش ننجحوا من بعد. ما شاء الله عليك. الوغ كما كتشوفوا المشكله ما عمرها كتكون هي المشكله، المشكله كتخلق امتى؟ كاين غير حدث في الحقيقه، حدث ماشي مشكله، حدث شنو اللي كنخليه كيولي مشكله هو التعليق اللي كنعطي على ذاك الحدث. كما سمعتوا بشرى وقع على حدث مشات كانت بغات تطلع ما طلعتش، هبطت بواحد التعليق اللي هو خايب بزاف وقالت انا ما مجوراش لهذا الشيء ومالي على حالتي. مني شافت بما الناس بزاف تا هما هبطوا بدلات التعليق ديالها، ومني بدلات التعليق ديالها على هذاك الحدث ما بقاتش خلاته يشكل ليها مشكله وقالت لا الا الناس هبطوا ما انا شي بعيده على عباد الله. صافي دير كو الظروف اللي هما صعاب وهذا الشيء اللي خلاها كملات المطاف ديالها اي سورتو طلعت ما شاء الله تبارك الله باش ما نعينوهاش سبعه ديال لي سومي. شنو هما لي كونساي اللي تقدري تعطي اون مامو حيت انت ما شاء الله عليك عندك بنيته دونك مجوجه بدارك وماشي بحال دابا لي فغيس قلتي انا مشيت شهرين عرفتي شنو شهرين؟ شهرين سي انورم. وكاين بزاف ديال العيالات اللي مالوغوزمون كي ابوندونيو الاحلام ديالهم، كي ابوندونيو لي بروجي ديالهم سو بريتكست كو ميمكن لهاش دير جوج الحوايج اون ميم طون. الوغ هاد العيالات بغيتك تعطيهم شنو هي الخلاصه من لفات الحمد لله وصلتي وواكبتي و tu n'as pas abandonné et pourtant mazal alhamdoulillah راجلك هو هذا اللهم لك الحمد حداك بنيته ديالك حداك اي سي بوسيبل يكون توازن. هي بطبيعه الحال كأم حسيت انه بالاولى بالعذاب ديال الضمير وكيفاش وانت هي تتمشي وخلاص الناس اللي تيهضروا راه كاينين محبطين دايرين بك بزاف وكيفاش وتخلي راجلك ودارك وبنتك وهذا ويلي 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 بس بابا جي دابا ما تلقايه فعلا كاينه يعني هاد الهضره كثير سمعت بزاف نتاع الهضره من المحبطين، ولكن هنا كنت نقول في راسي بان خاصني ضروري من التضحيات الا بغيت نحقق واحد النجاح. بطبيعه الحال الا كانوا هما اونكاجي معايا وشرحت لهم بحال تنصدم على قلبي للمشاعر ديالي، لان تنقول ضروري خاصنا نضحيو الا بغينا نوصلوا. المراه حتى هي من حقها انها حتى هي تدير احلامها حتى هي تعيش حياتها، حيت الا كانت هي مزيانه اكيد غادي ولادها غيكونوا مزيانين، عائلتها راجلها يكون مزيان. اللهم تعطيهم واحد الوقت دو كاليتي ولا انت جالسه معاهم وتتبكي
وانت حزينه ولا انت محبطه، شنو غادي توصلي لذاك الوليدات؟ يعني غادي حتى هما غتعطيهم واحد ليكزومبل، الوغ الا كنتي انت ناجحه حتى انت غتعطيهم واحد ليكزومبل باش حتى هما ينجحوا في حياتهم. هادشي اللي قنعت به راسي، وهادشي اللي خلاني نقول واخا داك عدم الضمير واخا داكشي ضروري من التضحيات، ومشيت وكملت المشروع ديالي. والحمد لله زعما حاليا دابا بنتي راه عندها 15 عام وتتفتخر بماماها. بيان سيغ تقدر ماشي غير تفتخر، تكون قدوه. الوغ كيما شفتيو بزاف ديال الناس اللي كيفشلوا كيفشلوا حيت باغيين شي حاجه وما باغينش يديو الثمن. باغا انا اختي تكون عندي الدات هكايا، وفي الصيف منين نكون لابسه هكايا خفيفه حويجاتي نكون الدات مزيانه، ولكن ما باغاش اختي تمشي انا لاصال دو سبور. انا بغيت تكون عندي واحد السمعه مزيانه كاش واحد على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي، ولكن لا 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 انا ما نمشيش نتعذب اختي نطلع حتى لتماك، دونك راه ما كايناش. انا كنقولها لكم ونعاودها لكم، كل حاجه كديروها ولا كل حاجه كتوصلوا ليها الا وكاين ثمن خاصكم تاديوه. ولا كنتي ماشي اوكي مع الثمن اللي غتادي، راه كلكو سوا الحاجه اللي غتحط فيها يدك راه ما غاديش توصل ليها. علاش؟ حيت هذه كتجي مع هذه. ونزيدكم هذوك الناس اللي كتشوفوهم دائما وصلوا وواحد المرتبه، حنا كنشوفوا غير المطاف الاخر سعدات. شكون بحالو اللي عنده الزهر؟ انتم كتسمعوا معايا ما كاين لا زهر لا والو، كاين لو سبور جوج ثلاثه المرات 2-3 اور دو سبور في النهار، نمشي ندق على البيبان 100 الله يجعلهم يسدوا عليا 100، غادي نمشي نعاود ندق تلقى 1000. فيها خدمه، فيها المثابره، فيها الاستمراريه، وفيها كنقبل نضحي من وقتي بانك غالبا كانوا الناس كيمشيو للقهوه هي كدير سبور، الناس مسافرين هي كدير سبور، الناس كيتفرجوا في التلفزه هي كتخمم اين شركه ما غاتمشي تدق عليها باش يعطيوها دي سبونسورينغ. دونك ما شاء الله عليك. الوغ بغيت الا جيتي تعطي واحد الخلاصه ديال هاد ليكسبيريونس ديالك، غنفرضوا نقولوا وصايا، عرفتي قياس الخير وطوال عمرك. غنتخيلي معايا انت في الفراش ديال الموت دابا، وعندك بنتك جات لعندك وبغيتي تخدي ليها وصايا اللي ما هي لا ماديه لا والو، وصايا ديال شوفي هالاخطاء اللي درت واجتنبيهم، وهالحوايج اللي غنخليهم لك وصايا قبطي فيهم حيت غيخليوك تمشي بعيد، اشنو يمكن لك تقولي ليها؟ الوغ نقول لها بانها ما عمر يعني ماشي اني جامي تخطاك، ماشي الواحد ما عمر ما تيفوت الحال ان الانسان يعيش داك الشيء اللي بغى هو يعيشه، حيت النهار اللي غتكون على فراش الموت غادي تغوغغيتي داك الشيء اللي ما درتيش، غادي تقول علاش كنت انا درت داك الشيء. اذا دير داك الشيء اللي انت باغي دير في حياتك، ما حدك في الحياه هذه كادو، هذه نعمه ربي عاطيها لك، ما حدك تنوض الصباح وتتقدر تحرك، دير داك الشيء اللي انت تتحلم انك ديرو، لان هذه الفتره في الحياه تتمشي، حقق داك الشيء اللي انت بغيت وخدم عليه وكون ثقتك بالله كبيره، حيت ما نثقوش براسنا ولا بامكانياتنا، ربما تمشي في اي لحظه، ولكن الا ثقتنا بالله كبيره راه دائما غادي نكونوا عندنا واحد السند قوي اللي حنا متكيين عليه، اللي غادي تكون عايش واحد الطمانينه وواحد السكينه. وحاجه اخرى مهمه اللي نبغي نقول، بان الواحد الا دار شي حاجه راه ماشي تيديرها باش يقولوا عليه ولا باش يتشهر ولا باش حاجه ولا باش الفلوس ولا هذا الشيء كله فقط مادي، ولكن اهم حاجه هي الكومبليسمون دو سوا ديالك، شنو انت حققتي انت مع راسك جالس مرتاح مع راسك، سعيد مع راسك، فرحان مع راسك، عندك الطمانينه، عندك السكينه والسعاده والحب، هذا هو اهم حاجه. شكرا بزاف لاله بوشرى اللي قبلتي لانفيتاسيون ديالنا، وشكرا على هاد الخلاصه ديال التجربه ديالك اللي هي فريمون خياليه، وما شاء الله عليك لو فات اللي المغرب كله فخور بك، ودايور كان عطاك الملك ديالنا نصر الله وسام باش اللي كيمثل على ليكسبلوا اكستراوردينير، دوزيام فام اغاب اللي طلعت لي سيت سومي، اول مراه مغربيه اللي طلعت لي سيت سومي اللي يمكن حتى الرجال ما دارينهاش، ما شاء الله عليك. دونك تسنتيو لهاد لا فيديو شفتيوها سي تري بيان، عاودوا رجعوا وقيدوا الحوايج اللي عطيناكم اللي هما باينين، سي دي استراتيجي اللي هما يعاونوك باش تبني النجاح ديالك. كانت معاكم ناهيد رشاد، هذا هو، الله يحفظكم. برافو.